قضية الشيخ، اختلف العلماء في تكفير رجل الذي يعمل أعمال كفرية. في العلماء اختلفوا في تكفير رجل معين. تكفير رجل معين يعمل عمل كفري. نعم. ما بين متشدد ما بين متساهل. بعضهم يقول إذا رأيت رجل يطوف حول قبر تسأل عن نية لماذا يطوف. بعضهم يقول مجرد رؤية الرجل فإنه كفر، خصوصا إذا كان يعلم هذا الشيء. هل ينكر ما قولكم في هذا؟ هل ينكر بعض على الآخر؟ أقول لعلك تفهم أن في الأمة الإسلامية طائفتين متطرفتين، الخوارج والمرجئة. فالخوارج يقولون لا ينفع مع المعصية الإمام ويكفرون كل فاعل كبير، والمرجئة يقول لا ينفع لا يضر مع الإمام معصية، ويجعلون كل صاحب معصية مؤمنا كامل الإيمان. وهكذا في زمنك الآن فيه من جذبته المرجئة وتوسع فيها في التساهل في الحكم على الناس، وفيهم من نزع نزعة الخوارج وصار يكفر في كل ذنب. والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء كتاب السنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تلقى من عند الله. فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. ثم إننا إذا قلنا هذا كفر وهذا إيمان فلا نحكم على كل فاعل له أن يكون كافر، لأنه قد يكون معذورا، قد يشتبه عليه الحق، قد يكون مضطرا ارتكب هذا للضرورة. فنصبر حتى نتبين حال هذا المرض. فإذا تبين حاله وأن الرجل عنده علم ولكنه تجرأ على ما يصل بالكفر كفرناه. نعم. هل ينكر بعضنا الآخر؟ معلوم المتطرف من هذا أو من هذا ينكر عليه ويقال اتق الله في عباد الله، لا تكفر من لم يكفره الله عز وجل، ولا ترجي من لم يرجيه الله. هذا الكتاب والسنة نمشي عليه.